النهاردة هنتكلم عن أكبر ظاهرة مخيفة في العالم، ألا وهي الزلازل. فأكتر دولة بيحصل فيها زلازل اللي هي طبعاً اليابان، وإزاي بتتعامل اليابان مع الظاهرة دي. طبعاً هتسمع كلام عمرك ما سمعته قبل كده من خلال تجربة شخصية، مش كلام لتشات جي بي تي. أهلاً بكم في اليابان مع محمد ياسين. لما جيت اليابان سمعت أصوات غريبة جداً، أصوات محدش قال لي عليها قبل ما يجي. أنت بتبقى قاعد في أمان الله وفجأة تليفونك يرن، رنة تحذيرية مخيفة. ولو أنت تليفونك مش معاك وفاتح التلفزيون، فالتلفزيون كمان هيدي لك النغمة التحذيرية دي، وكمان الميكروفونات في الشارع كلها هترن، أكني بالظبط في غارة جوية على المكان اللي أنت قاعد فيه. أنا عارف إن كل واحد فينا نفسه الوقت يبقى فيه بركة بدل ما الأيام والسنين بتجري بسرعة. أحب أقولك إنك لما تسمع الصوت ده هتعيش أطول دقيقتين في حياتك، هتحس بكل ثانية. طيب بعد ما أسمع الصوت ده أعمل إيه؟ ولا هو إيه الصوت ده أصلاً؟ الصوت ده هو إنذار معاه رسالة مكتوب فيها إنذار مبكر بالزلازل، من المتوقع حدوث هزة أرضية قوية قريباً، حافظ على هدوءك وابحث عن مأوى فوراً. وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وده حضرتك معناه هو إن في زلزال قوي ما بين 5 درجات على مقياس ريختر ل 9.9 على مقياس ريختر، جاي خلال 3 إلى 10 ثواني. فتلحق نفسك، تلحق نفسك بقى تعمل إيه؟ تطلع تجري؟ بص، هو الجري نص الجدعنة، بس مش في المواقف اللي زي دي، لأني قلتلك من 3 إلى 10 ثواني. أفضل حاجة ممكن تعملها هي إنك تجري، ولكن تجري تنزل تحت الترابيزة وتبعد عن أي دولاب أو شباك إزاز، لأن الدولاب ممكن الحاجة اللي فيه تقع عليك أو هو نفسه يقع على دماغ حضرتك. وتبعد عن أي شباك إزاز لأنه ممكن يتكسر عادي، لأن قوة الهزة الأرضية بتتني كل حاجة، فالإزاز طبيعي يتكسر. عشان كده أأمن مكان هو تحت الترابيزة. وكمان لأنك لو جريت في الشارع أثناء الزلزال فممكن حاجات من البيوت تقع، أو عواميد الكهرباء كمان ممكن تقع، فأأمن مكان زي ما قلنا هو تحت الترابيزة. طيب نزلت تحت الترابيزة أعمل إيه بعد كده؟ تقول الشهادة طبعا، الحمد لله الزلزال عدى على خير. أعمل إيه بقى بعد كده؟ بص، هو تعمل إيه بعد كده هو على حسب. فلو الزلزال كان قوي شوية بسيطة، يعني 5 أو 6 درجات، فأنت هتقوم عادي تكمل اللي أنت بتعمله. طبعا 5-6 درجات ده مش قوي قوي في اليابان، بس قوي في أي مكان في العالم. طيب لو الزلزال كان 7-8-9 ريختر، يعني أضرار كبيرة، فأنت الأفضل تطلع برا المبنى، لأن بسبب حركة الأرض بيتكسر عدد من مواسير الغاز والمية وشركات الكهرباء، فبالتالي مش هيكون فيه ولا مية ولا نور ولا غاز. وكمان كتير بتحصل حرائق داخل البيوت بعد الزلازل، لأن مع تسريب الغاز ووقوع الحاجات على الأرض، فأي حاجة ممكن تعمل شرارة صغيرة ممكن تؤدي لحريقة كبيرة. عشان كده هتلاقي طفايات الحريق في كل مبنى تقريبا، وكمان في عمال من شركات متخصصة في السلامة من الحرائق، هتلاقيهم بيتصلوا بيك 2 مرات في السنة عشان يجوا بيت حضرتك ويقوموا بصيانة واختبار أجهزة الاستشعار والإنذار من الحرائق الموجودة في بيتك. طيب لو أنا أصلا برا البيت، فكل حاجة حواليك بتقف، العربيات بتقف، القطارات بتقف، المواصلات العامة كلها بتقف، كله بيبقى في حالة ترقب قوة ونتيجة الهزة الأرضية. فمثلا لو أنت مثلا في القطار، فالقطر هيقف بعد إنذار الزلازل، وسواء القطر هيقول في المايك بكل هدوء: إلى جميع الركاب، جاءنا تحذير بأن هناك هزة أرضية كبيرة قادمة، لذا ستوقف القطار هنا قليلا لبعض الوقت، بعد الهزة الأرضية سيستأنف القطار حركته إن شاء الله، يرجى الحفاظ على الهدوء. طبعا هو ما قالش إن شاء الله، إن شاء الله دي من عندنا. لو الزلزال كان قوي قوي بقى، فالقطار مش بيرجع يمشي زي ما قال السواق، الناس هي اللي بتنزل من القطر وبيكملوا الطريق على رجليهم، ولكن في بعض القطارات فيها بطاريات عشان حتى لو جه زلزال قوي والكهرباء قطعت يقدر يمشي ويوصل الناس للمحطة. طيب طلعنا من القطر أو البيت وجرينا، نروح فين؟ ممكن تروح الحدائق أو الجنان العامة، مفيش أكتر منها هنا، ولكن ده مش أأمن مكان، لأن أأمن مكان هو المدارس الابتدائية، لأنها مش مكان للدراسة بس، ولكنها بتستخدم كملاجئ في وقت الكوارث.
عشان كده المفروض كل واحد بيبقى عارف أقرب مدرسة ابتدائية لبيته فين، ولو مش عارف هتلاقي كل الناس رايحة هناك فروح معاهم. إلا إذا، إلا إذا إيه بقى؟ إلا إذا سمعت الصوت ده. الصوت ده هو صوت تحذيري بقدوم موجات تسونامي بعد مدة قصيرة، قد تصل بعد 20 دقيقة فقط من الزلزال. والتسونامي هي كلمة يابانية بتعني موجة بحرية ناجمة من غالبا حدوث زلزال في قاع المحيط. وطبعا أي ساحل معرض لضربات تسونامي اللي بتتحرك موجاته بسرعة ممكن توصل ل 880 كيلومتر في الساعة عشان تضرب اليابسة بأمواج قد يزيد ارتفاعها عن 20 متر، يعني عمارة 9 أدوار. فالأمواج دي بتيجي تشيل أي حاجة قدامها، فأنت لو ما متش من الزلازل هتموت من موجة شايلة معاها حيطان بيوت وعربيات. طيب عشان تتجنب كل الكلام ده بقى، لازم أول ما تسمع التحذير تجري بسرعة تطلع مبنى عالي. طيب لو أنت واحد في البحر بتبلبط في المية وأصم أو عندك ضعف في السمع مثلا، فبرضو مش بينسوك وبيرفعوا أعلام لونها أحمر فأبيض اللي بتعني في تسونامي جاي ويجب إخلاء الشاطئ حالا، عشان حتى لو في احتمال إن في واحد بس مش هيسمع صوت نغمات التحذير دي، يبقى أكيد هيشوف الأعلام دي وهيلحق يروح مكان آمن. احترام. وبعد ما تعدي الموجة الأولى لازم تتأكد إن مفيش موجة تانية جاية، لأن موجة تسونامي التانية ممكن تيجي بعد الأولى بكذا ساعة، 3 ساعات مثلا. فلو مفيش موجة تانية يبقى أنت في أمان إن شاء الله. بعد كده بقى تستنى الموجات الارتدادية للزلازل، ولكن هي بتكون أضعف من الزلزال الأول. طيب إزاي اليابان وصلت لدرجة كبيرة من التعامل بكفاءة مع الكوارث الطبيعية دي؟ أول حاجة بتهتم بيها اليابان كالعادة هو التعليم، عشان كده بتعلم الأطفال من وهم في المدارس إزاي يتعاملوا مع الكوارث الطبيعية دي. فمثلا بيشغلوا الأطفال إنذار الزلازل وبيعلموهم يعملوا إيه لما يحصل الزلزال، زي إنهم ينزلوا تحت الترابيزات بسرعة، وبعد كده يودوهم أقرب حديقة آمنة للمدرسة. أما بالنسبة للأجانب، فالأجانب اللي بيجوا هنا دراسة بيروحوا مكان كل سنة اسمه الوقاية من الكوارث المواطنين، يعني نعمل إيه لما يبقى فيه زلزال مثلا، ولو حصلت حريقة نعمل إيه، وإزاي نستخدم طفايات الحريق. وبيدخلوك مكان كده ويخلي المكان ده يتهز محاكاة للزلازل بالظبط، من زلزال ضعيف لزلزال قوته 9 درجات. وكمان بيعلموك ان لازم يكون عندك مية واكل معلب احتياطي في البيت يكفيك اسبوع تقريبا. عشان كده لو انت رحت لاي واحد ياباني بيته هتلاقي عنده كم ازازة مية كبيرة واكل معلب، لان الزلزال كده كده جاي. لو مش جاي دلوقتي وانا بصور الفيديو فهيجي بعد شوية او بكرة او بعد شهر او سنة، وده اللي بيعلمهولك مركز الوقاية من الكوارث الطبيعية للمواطنين. مقياس ريختر. اليابانيين هنا مش بيستخدموا مقياس ريختر، بيستخدموا مقياس خاص بيهم اللي اسمه شيندو، وده بيقيس شدة الزلزال من 0 ل 7. 0 1 2 3 4 5 ضعيف، 5 عالي، 6 ضعيف، و6 عالي، و7 ربنا معاك. فعند حدوث هزة في مكان ما اللي هي مركز الزلزال، بعد ثواني بس من الهزة دي بيبعت تحذير للسكان على التليفونات وشاشات التلفزيون، والتحذيرات دي بتوصل أحيانا للناس أسرع من وصول الزلزال نفسه بشوية ثواني بس، اللي هو الحق مصيبة جاية عليك. وده بيفسر لك ليه التحذيرات دي بتيجي قبل الزلزال بثواني من حدوثه في المناطق السكنية. وبالمناسبة التحذيرات دي بتيجي على التليفون بصوت عالي لكل الناس في نفس اللحظة، حتى لو كانوا عاملين تليفونهم صامت هيرن برضه، مفيش حاجة اسمها صامت في الظروف دي. فتخيل انت واقف في مكان زحمة زي قاعة او قطر وكل التليفونات في لحظة ترن وتقولك في زلزال كبير جاي، وزلزال كبير دي معناها من 5 على مقياس ريختر لما بعد 9 بقى انت وحظك، فكله تليفونه هيرن وكله هيبص لبعض وكله هيستنى الكارثة. وكمان في بث مباشر للإنذار المبكر للزلازل في اليابان، هسيب لكم لينك تحت في الديسكريبشن، وفي أبليكيشن خاص بالزلازل. بالنسبة للمباني بقى إزاي ما بتقعش، قوانين البناء هنا صارمة جدا ما فيهاش هزار، فمفيش مبنى بيتبني كده مش مقاوم للزلازل. المباني العالية بيتحط تحتها أجزاء من المطاط والحديد والرصاص ارتفاعها لا يتعدى 50 سنتي، بتعمل على امتصاص الطاقة أو الهزات، وده طبعا هيقلل تأثير الهزة الأرضية الواقعة على المبنى. بالإضافة لكده إن المباني كلها مرنة
او ممكن تقول عليها لدنة، فهتلاقي المبنى بيميل يمين وشمال لما بيحصل زلزال قوي. ولو المبنى ما استحملش الهزة زي المباني المبنية من الخشب بتلاقي المبنى بيبوظ او تقدر تقول عليه بيتني، هو بقى فعلا غير صالح للسكن بس مش بينهار على الناس اللي فيه. وده بيفسر لك ليه عدد ضحايا الزلازل في اليابان قل. عشان كده لما حصل زلزال في مدينة إيشيكاوا يناير 2024 اللي قوته كانت 7.6 ريختر وصل عدد الضحايا حسب بعض التقديرات ل 238 ضحية، في حين إن زلزال تركيا وسوريا 2023 اللي قوته كانت 7.8 أدى إلى وفاة أكتر من 50,000 شخص. وبالمناسبة لما بتيجي تشتري أو تأجر بيت في اليابان هتلاقي مكتوب إمتى تبنى، ودي من المعلومات المهمة جدا جدا جدا، لأن البيوت اللي عمرها أكتر من 40 سنة معرضة إنها تنهار لو جه زلزال قوي، لأنها مش مقاومة للزلازل زي الأبنية الأحدث اللي اتبنت وفقا للمعايير الحديثة المقاومة للزلازل. عشان كده لو بتشتري بيت في اليابان خلي بالك اتبنى امتى، وكمان الدور اللي انت هتعيش فيه، فهزة المبنى في الدور الاول غير هزة المبنى في الادوار العالية، فهزة المبنى في الادوار العالية اقوى بكتير زي ما حضرتك شايف كده بالظبط. نقطة التحول، اعتقد ان نقطة التحول في مواجهة الزلازل في اليابان هو زلزال 1923. الشعب الياباني مر بكارثة 1923 وهو زلزال منطقة الكانتو اللي بتضم العاصمة طوكيو، اللي كانت قوته 7.9 ريختر واللي أدى الموت حوالي 105,000 شخص. ومن الوقت ده وهم قرروا يتعاملوا مع الزلازل ويقللوا من أضرارها على قد ما يقدروا، فقللوا عدد ضحايا الزلازل من أكتر من 100,000 ضحية في سنة 1923 ل 238 ضحية في 2024. بالمناسبة معظم الضحايا في اليابان مش بيموتوا بسبب الزلازل بشكل مباشر، ولكن بيموتوا لأنهم تحت الأنقاض لفترة طويلة أو بسبب موجات التسونامي أو بسبب الحرائق. والموضوع بس مش موضوع ضحايا، أكيد حياة الإنسان هي الأهم، ولكن كمان تخيل أنت مستثمر في سنة 1923 فأكيد مش هتعمل شركتك في اليابان، تيجي تبني الشركة ويجي زلزال بعد فترة يجيبها كلها على الأرض، مش يجيب شركتك انت بس، يجيب المدينة كلها على الأرض يرجعها للماضي. فتعامل اليابان الممتاز مع الزلازل ومحاولتهم دايما تقليل الخسائر البشرية أولا والاقتصادية ثانيا خلت اليابان من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وخلتها تحتل المركز الرابع في ترتيب أكبر اقتصادات العالم. برافو اليابان. أحيانا فعلا بتكون الزلازل محسوسة كتير، يعني ممكن في الأسبوع تحس بالزلازل 3-4 مرات، وده أكيد بيأثر على الناس. فمثلا لو أنت في مصر وبتركب المترو هتلاقي الناس بتتكلم عن الأهلي والزمالك والريال والسيتي وعلمنا عليكم والكلام ده، أما هنا ممكن تلاقيهم بيتكلموا عن زلزال قوي ضرب مدينة تانية أو عن كسرة الزلازل مؤخرا. هم عارفين إن أكيد في زلزال جاي، ولكن هو هيعمل إيه يعني؟ في النهاية ما تنساش تكتب لنا تعليق حضرتك لأننا بنرد على كل التعليقات، وتقول لنا إيه أكتر حاجة كانت غريبة بالنسبة لحضرتك. شير وسبسكرايب. كان معاكم محمد ياسين وأهلا بكم في اليابان. السلام عليكم. を募らせる学生がいたというのも地震です。大分県、鹿児島県では強い揺れに警戒してください。速報が出ました。今、東京渋谷のスタジオが非常に大きく揺れています。ホテルでは地震